بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، ودع إلى ولا تكونن من المشركين. ولا يصدنك عن
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد ألم يجعل له عينين ألم نجعل له عينين
له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمى العقبة وما أدراك ما العقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.